أكاد أفقد متعة القتال. ألا يوجد في هذه البلدة من يستطيع أن يصمد معي؟ ها؟ أريد أن أستمتع بلذة القتال. أين الرجال؟ أين الرجال؟ أكلكم نساء؟ جائزة العلاني ده ولا إيه؟ إيه يا عم؟ إيه يا عم استوب موشن شوية. أنت إيه؟ لماذا أنت؟ لماذا أنت عامل نفسك فتوات على شوية عيال؟ ولكنك إذا لعبتني ها؟ أنا همرمم بيك الأرض دلوقتي. وطب جيم يا عم الحاج. ها؟ المخرج فين بقى؟ وشايفني المخرج؟ واخد المخرج؟ إيه ده؟ ده أحمد مرعي ده؟ ولا أحمد مرعي؟ لا أظنك تستطيع أن تبارزه. يا عم بارزك حتى كمان بالسلحنيك الصغنطط ده. يا كاميرات فين يا لا؟ هتشوفني دلوقتي المخرج هتشوفني؟ خذ هذا. ها ماشي. قضيت على نفسك أيها المسكين. أبو قولوا لي الخيمة بتاعت المخرج فين؟ يلا أهو يلا. لهجتك غريبة ولكني صعقت لك. يا ولد ايه؟ وعامل خدعه؟ شوف بص بقى، شفت بس العقد الميزه بيبقى انتاج مكلف، شركه فرنسويه هي اللي بتنتج الفيلم. هي فين الكاميرا؟ بس برافو قوي، برافو قوي والله يا كابتن. يلا بقى عشان المخرج يلا. انا انت موت موت بقى عشان موت. نعم نعم ساموت. احسنت يا رجل. مع السلامه. فين الخيمة؟ أيوة الخيمة، الخيمة بتاعت ال مرحة مرحة. بقولك إيه، فين بقى الخيمة بتاعت المخرج الأستاذ عباس اللي قاعد فين؟ اللي هي الخيمة اللي بيقعد فيها كده وفرج على التلفزيون وهو زي ما كان شايفنا. إيه؟ فين؟ أنتوا ميتين ولا إيه؟ تقدمي يا فتاة، جارية من بلاد الشام تجيد الكلام وعزف الأنغام وتفسير الأحلام وتذهب الطعام وتسهر الليل لا تنام. من سيشتري؟ 100 دينار. 100 دينار. 150 دينار. 150 دينار. 160 دينار. 160 دينار. 200 دينار. 200 دينار. إنني خائفة يا عماه. لا تخاف يا هند، لقد بعت تلك الجارية القبيحة 200 دينار، وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا اللهو الفارغ، لقد حان دورك، عودي إلى مكانك. هيا هيا. ابنة أخي أيها النخاس، جميلة فارعة بيضاء هيفاء جعداء رغداء. وده سوق الجمعة؟ دخلته بضاعة إسلامي ولا إيه؟ ده الفيلم، بس أنا حضرت تصوير الفيلم في الجبل مع ال اقترب اقترب صناعة الشام، اقترب صناعة الشام. مع السلامة عليكم. إمتى صباحا يا هادي؟ مع السلامة. الله يعليك نهارك أبيض إن شاء الله. ها ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ها؟ جلبابا تريد أم سروالا أم ماذا؟ لا انا عايز يعني حته جلابيه كده، جلابيه كده اداري بيها عوراتي يعني. عندي لك ما تطلب. أيوة. ما رايك في هذا؟ ها ما رايك في هذا؟ هذا
انت ايه بتبيعه بالجلابيه اللي لابسها؟ يعني انا هاخد الراجل بالجلابيه؟ كلا كلا، ابيع هذا الجلباب فقط، اما هذا فملكي، اعرض عليه بضاعتي. ايوه، من كان مانيكان ده اسمه مانيكان، عن ده اسمه مانيكان، ده انت مختلص الشخصيه، يخرب بيتك، بس هكمل معاك. ده مانيكان ده واضح انه لا يعجبك. ما رايك في هذا؟ هذا جميل، هذا جميل، وهو ايضا صناعه الشام. صناعه فاخره. اين انت؟ صناعه فاخره. بدور على الكاميرا، بس انت حافظ حلو قوي. صناعه فاخره تليق بفتى يافع مثلك. بكم هذه الستارة؟ سأبيعك إياها بعشرة دنانير فقط. نعم، عشرة درنين ليه؟ ده موجود في أي حتة باتنين ونص. انزل على السوق الموسكي أو شارع الشوارب هتلاقيه مرن على العربيات هناك. وغير كده بقى اسقط على مول طلعت حرب، هتلاقي الدنيا هناك دولك بنكسر الاسعار كثيره. ويحك، من هذا طلعت حرب؟ يا دي خرب بيتك، ده انت بتمثل جامد قوي، بس انا هشغل معاك برضو. يا فين الكاميرات؟ من مصعب؟ برافو عليك والله، برافو عليك قوي. واضح انها فعلها ابا الحكم مره اخرى، وافتتح متجرا ليبيع فيه بسعر منافس، ولكن هيهات هيهات. اسمع يا هذا. أيوه. سوف ابيعك اياها بخمسه دنانير فقط. حلو قوي، حلو قوي، ماشي، انني اوافق. ليس هذا فقط، بل عليه عمامه ايضا هديه مني له، حفظتك الالهه. حفظتك محافظه الهديه؟ ده انت كده بتشتري زبونا. قل بالله عليك. أيوه. من اين تلك الملابس؟ ما ديش نسيت اللي انا بقولك عليها، ده من عندي مول طلعت حرب. انه جيد جدا. بقول لك. وتلك القلاده من طلعت حرب ايضا؟ دي بقى من واد اسمه سعيد قطعوضه. سعيد قطعوضه ده بقى خد من عنده بقى ايه؟ احلى سلاسل واحلى هدايا. سعيد قطعوا له؟ من قطع له؟ اريد ان البس. انتظر. انت اديني بهذا. بالراحه يا عم علي. ما هو عبدي، عبدي. ما تندمكش ابو كده، ما ممكن ربنا يكرمه وياخد دور كبير وانت تبقى كومبيرس ووقف نفس الوقفه دي. النجوم بتتغير، خلي بالك. انه اسود وانا ابيض. يا عم مش بالسواد ولا بالبتاع ولا، ما ممكن يجي واحد فوشيا يجي يروح مطيرك ويركب مكانك وخلاص وركب النجوميه. خليكم متواضعين مع الناس ومع الكومبيرس بالذات. هتظبطني الدي ولا امشي بقى بوشك ده؟ بكل تاكيد، بكل تاكيد. تفضل تفضل. واد يا عم الدرانيد اهي معايا، بس اقيس الاول، مش يمكن تطلع ميكس مارشال ولا حاجه ولا اميديان؟ في الخلف، ما اقترب يا سيد، اقترب. صناعه الشام. ايوه، هنعمل بقى دي كده. ايوه، انزل. ايوه، اطلع تاني. السلام عليكم. امتى صباحا يا هذا؟ يا عم عمت ولا ما عمتش؟ انا نفسي الاقي نقطة مية. انا حينكي بقى حطب. يبدو عليك التعب. من اين اتيت؟ لقد اتيت مشي من الحجاز. اتيت مشي من الحجاز. يجب ان تاكل يا هذا. يا عم انك تهذي. يا سيدي انا لا افهم كلام امك. انا اريد ان ماذا هذه اللمة؟ ملمومين على إيش؟ إنها مسابقة في الشعر. مسابقة في الشعر؟ شعر إيه؟ يعني بواريك وقصص وكده ولا إيه؟ يا عم أنت ما بتردش عليها ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحطلي، وقعقع في البيداء غير مزركلي، وصار بكل أركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشنكلي. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت، ولا يا عم انتوا بتعرفوا على ايه ده؟ عمال يهفلط باي كلام. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟ اشعر لنا. اشعر ده نشعر وبس؟ نفضل اشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم، يا قوم، بعد ان سمعتموني ايها الساده، الان
ستسمعون لهذا الرجل. انت بتسخر كده يعني؟ مش تستهزئ بيا؟ ما اسمه السيد؟ اللندي. مرة أخرى. اللندي اللندي. والآن سوف تستمعون للمبي. اصعد يا لمبي. ايوه اشعر يا لمبي. يا عم بقى خنقتنا. سمعونا سقفه من حبيب النبي بقى. اسامحك لا، اغفر لك لا، انا مش نبي ولا اله، كتير حذرتك كتير انذرتك من حسن حزنك، شفتك معاه بلاش الحاح ضمير ارتاح، دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص. أمال إيه شفت بقى؟ سيدي الشاعر العظيم. تعيان ولا إيه؟ من أين أتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليها الوهم، فده روح كاتب المشعرة. الوهم مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ أكيد طبعاً. هل هونيك شعر المسلزيك؟ عذراً. تقول لي نسيت اسمي، هبص على فرتكتك وشك. لقد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس؟ إنه ملبس حر أكتبه ألبسه عندما أكتب الشعر. ولا إيه؟ إذن يا قوم يا قوم، إنني أعلن لكم أن الفائز بجائزة الشعر، معذرة الاسم مرة أخرى، فإن اللمبي. ولو نسيت أنا هعلم عليك. هو اللمبي اللمبي، وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 بخن. هذا 1000 دينار؟ ده دينار الكويت ب24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن. لا لا بخن بخن فعلا. بقولك ايه، يوجد هنا مصرف صرافه. وما هي الصرافه؟ الشنش الشنش شنش العملات، مكتب صرافه زي اللي في ميدان لبنان، عارفه؟ نعم، إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ أنتوا اللي مؤسسين البنوك أنتوا يا كفرة. بخن 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 بخن. مرحة 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 مرحة. ما هذا الشعر الجديد؟ إنه لتطور للقصيدة. بالفعل، أرأيت السجع؟ نعم نعم.